أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن هناك عدد كبير من المشروعات المشتركة والهامة بين وزارة الأوقاف وبين المجلس القومي للمرأة، خاصة في مجال الواعظات، وكذلك مشروع استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 30,000 بطاقة رقم قومي كدفعة ثالثة. من جانبها، أشادت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بجهود وزيرة وزير الأوقاف الملموسة في الاهتمام بالمرأة.